شبك يا بكري؟ شو بدك مني احكي يا اقبال؟ وخاصة بعد التخبيص اللي خبصتيه. معقول بعد هالعمر وبسببك انتي اظلمها لهالبنت؟ انتبه لكلامك، انا شو دخلني؟ امي انتي كيف فكرتي بهيك شيء؟ انا لهلأ ما عم بقدر افهم. اوس، نحن كنا خايفين عليك لانه هالبنت مو قليلة بنوب. اكيد ما كانت صعبة عليكي لو سألتيني بالاول. اوف منك يا اقبال، اوف. يلا حملوني الزلمة. حبيبي مدحت، قوم نروح المطبخ، عملت لك شغلة طيبة. أليس شوفي يا بنتي، أنا كثير اتضايقت من الشيء اللي بدر منه. أنا جاي لأعتذر منك. أنا بعرف أنتي. أنا بحياتي ما كنت أتخيل إني أنحط بهيك موقف. مظبوط، ما تواخذيني. يعني بعمري يا دكتور ما حدا أهاني بهالطريقة. مستحيل سامحه. بكري اتركها لحالها يا ابني. ما كان لازم يصير هيك شيء أبدا. سكتي، ما بدي اسمع ولا كلمة. معقول كل هالشي مشانها؟ بابا، عن جد امي من خوف علينا سوا. لا تتدخلي. أليس ما رح خليكي تروحي. أوس بترجاك اتركني، أنا بهذا البيت ما إلي قعدة. بابا، أليس تركت البيت. خليك هون انتي، انا بحكي معها. شو اوس؟ ابوك لوين رايح؟ أليس ضبط غراضه وتركت البيت، وبابا طلع ليحاول يرجعها. أليس استني شوي يا بنتي، لا تحسسيني بالذنب. أنا آسف على الشيء اللي عملته إقباله لين، وعلى الشيء اللي عملته أنا كمان. دكتور ما في داعي تعتذر، أنا بشكرك لأنك استضفتني ببيتك، وبعرف إنك عم تحاول توفي بوعدك لماما. مو بس لأني وعدت أمي. مالك مضطر أبدا تتحمل مسؤوليتي، دبر حالك. فيني اتركك لحالك لانك بنتي يا أليس. ماما حياتي، مو رايقة لك، حلي عني هلا. امي كنت بدي اقول لك مو محرزة تزعجي حالك. كيف يعني مو محرزة؟ ابوك يا لين اهلنا كلياتنا مشان هيك وحده. طيب فيني افهم هي بنت مين؟ ما بعرف. لين حاجتك اسئله، بكفي راسي رح ينفجر. حبيبتي لين، عرفتوا شي؟ أبوك حكى مع أليس؟ اسمعيني هاجر، شكلك تماديتي وكترتي، التهي بشغلك. عفواً أقبال خانة، بس أنا قلقت على هالمسكينة وحبيت أطمن عليها. حاجتك بقى، ارتاحي يا خانة، هاي انتزعت علاقتي بجوزي. لا، معقولة ارتاح وأنتي مهمومة؟ أنا كل اللي بدي إياه أني بس شوفك مبسوطة. خلص هاجر، انقلعي من خلقتي على السريع. زين خلينا نتفاهم. شو كأنه مبنشر؟ بتحب ناديلك حدا يساعدك؟ لك شي مرة خليك رجال، عمل لك نزيل. كتير كنت حابب انزل وشوفك، بس لازم روح لأنه عندي موعد كتير مهم. كنت رح تخليني أعمل حادث، لك عيب عليك. لا تكبر الموضوع هيك، كنت عم امزح معك، شبك ارتعابة؟ لا تكون خوي. تشال. أحسن.
مثل ما عم قلكم تماما، وهذا كل شيء صار معنا. مرحبا. عفوا، اسف اذا خوفتك. بتعرفي انا كثير تفاجأت بالقوة اللي موجودة عندك. ان شاء الله سميح حل عني. لا تكوني قاسية يا أمورة، انا ما راح اذيكي ابدا. ليش مفكر انك فيك تأذي نملة؟ بسيطة. طيب شوفي، خبرتني لين عنك، قال انه ما عندك مكان تنامي فيه. اذا بدك أنا بقدر ساعدك بهالموضوع، يعني فترة لبين ما تدبري حالك. أنت؟ إيه طبعاً أنا. لكان مين؟ ليش بقى؟ ويا ترى شو بدك بالمقابل؟ ولا صرت إنسان منيح فجأة؟ مقبولة منك. هلأ أنت ليش ما عم ترضي تعطيني فرصة؟ أنا بس بدي ساعدك. خلص وصلت الفكرة، تسلى مع غيري. العمى لك هذا شو له شغل مع أليس؟ نعم، كيفك جلال؟ ماشي الحال، أنت كيفك؟ يعني مثل العادة مشغول كتير. إيه الحمد لله. جلال، ما بدي أطول عليك كتير، بس عندي شغل لك. والله جد؟ وشغل شو هاد؟ الحقيقة في إلي رفيق عنده معمل وبحاجة لمستشار مالي، وأنا رشحت اسمك. شكرا مصطفى. مر لعندي إذا بتحب لنحكي. طيب رح فضي حالي ومر لعندك بأقرب وقت ممكن. بنوش، موبايلك. شو مين هاي؟ هي خدامتكم سونيا الغليظة. احسان شو بدك فيها؟ بدي لا تشبع. مثل العادة بتكون بدها تسألني عن شغلات تافهة. بس ما تكون ستك تعبانة او صار لها شيء، رح رد عليها. لا 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 ترد. الو نعم. رح تفضحني. انا اسفة، يمكن انا دقيت بالغلط، ما تواخذني. لا ابدا مانك غلطانة، هذا موبايل بانا. لكن مين انت؟ بعدين موبايل اختي بانا شو عم يساوي معك؟ بانا بغرفة القياس، إذا بدك حكيها بعد شوي. سكري هالتليفون سونيا. يا الله رح تجنني هالبنت. ما عم افهم عليك، أي غرفة؟ ليش بالأساس بتفهمي؟ بعدين انت شو علاقتك فيها؟ بنوش، أخيرا قدرت اتعرف على أختك. صحيح هالتليفون، بس أحسن من بلا. هاي مالها أختي، قلت لك إنه هي الخدامة. خدامتكم بدها ترباية، لك تصوري وصلت فيها الوقاحة لتقلي شو عم يعمل تليفون أختي معك؟ شو قصتك إحسان؟ يعني ما عندك تسلاي غير هالجدبة؟ كم مرة بدي قلك هالبنت وضعها غريب. كأنه موبايلك أسري شوي. متت ألف موتة لحتى صار عندي هالموبايل. شو قصدك بهالحكي؟ إيش بك أنت عم بمزح؟ إله ذكرى غالية عندي. إذا عجبينك التياب خلينا نحاسب، لأنه داء خلقي. رح فوت جيبهم من الغرفة، استناني شوي ما بطول. أنا عن جد بس حبيت أخدمك. ومن أمتى عم تعرض خدماتك؟ ما دخلك، بعدين أنت من أنت صرت محامي دفاع؟ سميح، شكلك بدك تساوي مشكلة، قل لي شو بدك بالضبط. ليش مين قالك إنه بدي ساوي مشكلة؟ أنا بس جاي مشان هالوشي الحلو. حاجتك قلة أدب. ظهر أهلك مو مربيينك بنوب وصار لازمك ترباية. معقول وحدة بجمالك ورقتك بيطلع معها هيك كلام جارح؟ شكلك ما رح تسكت لتاكلك شي قتلة.
أنا بهاللحظة اكتشفت شغلة كتير مهمة. حذروا شو؟ أنتوا الاثنين ما بتقدروا تسيطروا على أعصابكم ومشان هيك اتفقتوا مع بعض. شوفوا لا، إذا ما بتنقلع من خلقتي هلا بدي أمسح فيك الأرض وراح خليك تشوف شيء ما راح يعجبك بنوب. نقلع بقى. ماشي، بس بنصحك تعامل هالفرس الحلوة بحذر لأنه ما بتعرف شو ممكن يصير لا سمح الله. يلا مجد، هيك شخص تافه ما بيستاهل نضيع وقتنا معه. لا تفكر نسيت يا حلوة، هداك الكف رح دفعك. مرحبا دكتور. أهلين فاروق. كنت عم دور عليك بالقسم. شو عملتوا؟ قصدي بخصوص طلعت أمريكا. كل الأمور منيحة، ما ضل غير أنه ست مريم تقتنع. لا تأكل هم، أنا أكيد رح أقنعها لأنه هذا الحل الوحيد اللي ضل قدامنا. تعرف حالة ست مريم كل مالها عم تسوء، مشان هيك بتمنى أنك تقدر تقنعها بأسرع وقت ممكن. خلص ترك لي هالموضوع أنا بحله. بالتوفيق. بكري طمني، قلت لها لأليس انك بتكون ابوها؟ طبعا حاولت حاكيها بس كمل. حسيت كأنه ما فهمت. كيف يعني ما فهمت؟ بصراحة ما عم بقدر افتح الموضوع معها، في كتير شغلات لسه أليس ما بتعرفها. حاولت حاكيها مرة تانية. شوفي مريم، المشكلة انه ما عم بقدر وصلها لأليس ليش انا مصر انها تجي وتسكن معنا. وشو لساتك ناطر لهلأ بكري؟ خبرها انك ابوها وخلصنا. حاجة تعذبني وتعذبها معك. فاجأني سميح قديش شخص تافه. لا ما لازم تتفاجئي، هالنمر في منك كتير. انت من لما اجيت كنت متضايق، شوفي ما في شي ولا يهمك. ايه تصطفل، شو رأيك نقعد شوي؟ اوكي. هذا سميح نساني الموضوع الاساسي. شو الموضوع يلي بده يحاكيكي فيه عمو بكري؟ انت رضيتي ترجعي على بيته؟ اصلا موضوع السكنه ببيت الدكتور بكري انا لغيته من حياتي. ما عم افهم، هذا هو الشيء الضروري يلي بده يقلك اياه؟ ما بعرف شو كان بده يحكي، اصلا ما صار فرصه يقلي شيء. كيف يعني؟ خانقوا بسببي، اقبال خان مولين رافضين اني اسكن ببيتهم وفهموني من البدايه. يمكن معهم حق، على الاغلب يا مجد رح ضل قاعده بالشاليه تبعكم لبين ما يطلع لي السكن الجامعي. أليس في خبر مو حلو بدي لك اياه. ايه قول، اصلا انا مستعده لاي خبر. للاسف انت ما عاد فيك تسكني ببيتنا الثاني. شكلك مليت مني. لك شو عم تقولي انت؟ بابا باع هداك البيت من فتره. يعني هلا رجعنا لنقطه الصفر؟ لا رجعنا للصفر ولا شيء. مو بيسموني ابو الحلو؟ لوين ما بعرف، المهم هلا ما نبقى هون. هالموضوع ما عاد يتأجل، يعني لأنت رح تضلك تأجل فيه؟ لسه بتخترع لي مبررات، معقول هالحكي؟ مريم إياك تفكري إني عم بتهرب. أنا يا مريم عم بستنى الوقت المناسب حتى خبرها، بس هلأ في شغلة تاني أهم لازم نحكي فيها. شوف بدي إياك تعرف منيح إنه بنتي أليس أهم شي بالكون، فهمني بترجاك؟ عم حاول أفهم، يعني إذا بتحبي بنتك مثل ما عم تقولي ليش بدك تخليها تخسرك؟ كيف؟ انت لازم تروحي على أمريكا فورا، وكل يوم عم تتأخري فيه عم تقربي من الموت خطوة، يعني عم تأذي بنتك وتخونيها. طيب يا أنسة كم يوم بدك تبقي هون؟ يعني مبدئيا أسبوع. إن شاء الله ما يكون أكتر من هيك. راح تسكني لحالك ما هيك؟ إيه، لكن لازم تعطيني هويتك لو سمحتي. حبذكركم انه الاجره سلف هون. ايه تكرم عينك. بلغ لازم مجد، ليش لحتى تدفع انت؟ لانه ببساطه انا يلي ورطتك بقصه البيت. لا هالحكي مو مزبوط، انت مالك ذنب ومستحيل خليك تدفع اي شيء، واذا احتجت مصاري رح اطلب منك. بس على شرط، نحن اثنين بنحاسب وكل واحد منا بيدفع نص، مشان ما نختلف من اولها. باخذن بس بشرط ترجع لك اياهم بعدين. ماشي، كل شيء بوقته حلو.
اللي لازم حله بنفسي. ألو مرحبا. ألو بانا وينك أنتي؟ وين بدي كون؟ بالجامعة. في واحد رد علي وقال إنه أنتي بغرفة القياس. إيه مزبوط، قصده بغرفة التجارب. كان عنا درس عملي بالمخبر بمادة الصحة العامة. شوفي ليش دقيتي؟ لك شو حكينا الصبح؟ مو اتفقنا تسألي أستاذك عن حالة بابا؟ شو قال لك طمنيني؟ والله دورت عليه وما لقيته، بيكون غايب، بسأله بكرة إذا أجا. وهلأ شو رح نعمل؟ أوف يا الله. ما بعرف سونيا، يلا روحي عندي دروس. وقفي شوي لا تسكري. مين الشاب اللي معك؟ وليش عم يرد على تليفونك؟ هذا زميلي. ليش عم تسألي؟ تاني مرة لا تتدخلي بخصوصياتي. جهازك صار موديله قديم. صباح الخير. أهلا وسهلا. عندي موعد مع مصطفى بيك، في مجال تخبريه إني إجيت؟ تفضل. يا ريت ترتاح شوي. مصطفى بيك مشغول كتير، عنده اجتماع مهم. رح أعطي خبر. نعم. أستاذ وصل جلال بيك. خليه قاعد عندك. حاضر أستاذ. أنا؟ ها؟ جيتي بنتي؟ ايه أمي اجيت. شو حكيتوا مع بابا؟ امتى رح يجي؟ مو مبين معه لهلا، قال لي انه هو كتير مشغول. يعني ما رح يجي بهالفترة؟ مو قدران يترك شغله يا بنتي ابدا، يا ريت لو يجي بس لحتى نطمن عليه. وليش لحتى تطمني عليه؟ اكيد لو حالته صعبة كان اخذ اجازة لحتى يرتاح، لا تقلقي عليه، متأكدة انه رح يكون ان شاء الله يا روحي ان شاء الله. هجزدان لإليك؟ طبعا، من عند لين، عندها كتير غيره. مشان حط فيه الكتب والدفاتر لأني ما عم بقدر أحملهم. الله يرضى عليها ويخليها لأهلها. معقول عم بتفكر فيكي لهالدرجة؟ ايه؟ خليها تجي لعنا لنقوم بواجبها. ايه المفروض إني أعزمها. أيوة فاروق، كيف يعني ما أنا موجودة؟ أنت متأكد من هالحكي؟ ما بعرف دكتور، كأنها هربانة. طيب دورتوا عليها منيح؟ يعني ما حدا شافها وهي طالعة؟ أخ منك يا مريم. أخ مريم، أليس؟
اشوفك امي. انا رجعت لهون على انقره. عن جد؟ مو معقول؟ ليش ما خبرتيني كنت اجيت استقبلتك؟ ما حبيت اني اتعبك. لانه الطريق كتير طويل عليك. امي معقوله هالحكي؟ طيب هلا انت وين؟ هلا لحتى طلعت من المطار رح اجي لعندك. شو هو عنوانك بالضبط؟ شفت الاوتيل اللي قعدنا فيه لما اجينا؟ باله على اليمين في فندق صغير، اول ما توصلي دقي لي على الموبايل. ايه عرفت المكان. بدي شي ساعه وبكون عندك. ماشي امي.